الطريق إلى صيدا جنوب لبنان تكاد تضيق بصور وشعارات انتخابية تعد بالكثير، لكن هذه العائلة لا تنتظر سوى الحقيقة الغائبة منذ 36 عاما حين اختفى سليم الزوج والأب فبات من عداد المفقودين. هالسنوات الطويلة من المحنة نتيجة غياب وفقدان سليم، كيف مرقت عليك وعلى عائلتك؟ يعني صراحة هي مرقت، بس ما مرقت بسهولة ولا مرقت هيك، مرقت كان في صعوبات وكان في تعب وكان في كتير مآسي. يعني لما بتسألك حفيدتك عن جدة وهلأ بموسم الانتخابات بدك تصوتي لسليم، ليش؟ لحتى نقدم القضية كلها لمجلس النواب لحتى يقروا هيدا القانون ليبين الحقيقة. أنا حصوت لزوجي سليم. سيدة جمال، علي، جوزيف، بيير، يوسف، نسيم. ابنة سليم تشرح لولدها عن حملة ترشيح جده مع 5 من رفاقه المفقودين إلى مجلس النواب للتذكير بقضية تشمل الآلاف من ضحايا الحرب الأهلية. عندك أمل من خلال هالحملة؟ أكيد في أمل، أكيد في أمل. يعني جبولنا شو صار؟ يعني أنا بس نفسي أعرف، لأنه هن بيقولولنا مثلاً، ماما بتقول أنه راح بشغلة وكانوا عم بيحضروا غدا، وقال له راجع اتغدى وتلاقى بخالته على الطريق. قالت له لوين رايح سليم؟ قال له رايح أقضي شغلي وراجع نتغدى، عم يقلوا سمك كانوا وناطرينه، راح ما رجع. طب شو صار؟ شو اختفى يعني؟ طب هو اختفى، طب مين أخده؟ شو عملتوا فيه؟ لوين أخدتوه؟ بس يقولوا. حملة مقعد للمفقودين التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تتوقف مع إقفال صناديق الاقتراع. قررنا أنه نكون عم نشتغل على فكرة المجلس النيابي، لأنه اليوم نحن في عنا مطلب رئيسي، نحن وأهالي المفقودين، وهو تمرير قانون المفقودين، لأنه حيكون قاعدة قانونية صلبة لتشكيل آلية للكشف عن مصير الأشخاص اللي صار لهم أكثر من 30 سنة مفقودين بلبنان جراء النزاع، ولكن أهاليهم بعضهم ناطرين الإجابة تجي اليوم قبل بكرة. هدى لا تزال تنتظر أن يقرع سليم الباب لتعود الفرحة إلى المنزل. ويليام عزام، اليوم، الحرة، صيدا، جنوب لبنان.